بدت الرحلة أحلى شيء. ما هو شنو هون؟ رح تونسين. يا الله تجنن. تعالوا صدوا شوفوا هنا. انت من كل عقلك جايبتني مكان كله مافيات وعصابات. هلا شاي الرشاش امشي. واو بعد ما نجيز ايش حالاته حلو سويتي. رح نصيد رانيا، معروف عنهم بالأفلام أنهم يأكلون اللحم. شلونكم؟ شلونكم؟ هسه احنا بالحدود ورايحين للأرجنتين. ما كنت أتخيل أنه أنا رح أجي أوقف اليوم بهاي الساحة. هذا الطبق اسمه أسادو، إذا حد كلش سبيشل يسووا له هالأكلة. والله نستاهل. واو بارد بارد يا very nice. يعني أحس هسه مولودة. أول مرة حياتي قاعد أسوي هيك. خبر خارج التغطية أسبوعياً ابتداءً من 6 أيار.